بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآل آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم حتى قيام يوم الدين. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام الذي أبى ألا يبايع الطاغية مضحيا بروحه وأرواح أهل بيته وصحبه الذين استشهدوا معه من أجل إعلاء راية الحق المبين ونصرة للدين وضحض الكفر والظلم والمنكر. وأقدم الشكر الجزيل لجميع الأخوة هنا لإتاحتهم الفرصة لي لإلقاء هذه الكلمة باسمي، ونيابة عن جميع حرائر وطني الجريح الذي هشمته أنياب نظام طاغ ومستبد، بالإضافة إلى تدخل قوات غاشمة لسفك دماء أبناء شعبي وكتم الأفواه المطالبة بالحرية والحقوق المشروعة التي سلبها النظام منا. هنا البحرين عندما تتجرد معنى الرجولة من أشباه الرجال وأزلام النظام الذين استوردهم كمرتزقة تحثو فسادا وظلما في وطننا، فتقمع جموع الأطفال والنساء والرجال وتستبيح الحرمات باقتحامها المنازل والاعتداء على الحرائر بالضرب والشتم بأرذل الألفاظ وأقبحها. هكذا هم رجال سلب الأمن في وطني. ولا أخفي عليكم مدى استبداد النظام الخليفي الساقط وقلة حيائه وتماديه بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالزج بها في السجون وتعذيبها وتلفيق تهم لها لم ينزل الله بها من سلطان ومحاكمتها. أين منظمات حقوق الإنسان من كل هذه الانتهاكات؟ وأين مجلس حقوق المرأة من ذلك؟ لكن الله يا نساء البحرين فبين شهيدة ومعتقلة وأخرى جريحة ومسلوبات الحقوق والحريات، أم مفجوعة على ابنها وأخرى على زوجها أو أخيها. هكذا صنعتنا الجراحات في بلد يدعي حقوق الإنسان ولا يعي معنى الإنسانية. ورغم كل ذلك فلا زلنا صامدات وسنبقى كذلك حتى تحقيق النصر وإسقاط الدكتاتورية. وكما قالت سيدتنا ومولاتنا زينب عليها السلام: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ونقولها ليزيد هذا العصر: الطاغية حمد بن عيسى، هيهات أن تركعنا، فأرواحنا تعشق الحرية وتأبى العبودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.